النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة. الآن هذه مكة اللي هي عاصمة الجزيرة العربية، عاصمة الشرك، العاصمة اللي حاربت النبي أكثر من 20 عام، وفيها الأقطاب، أقطاب الكفر والشرك مثل أبو سفيان، وهذه هؤلاء الأشراف اللي كانوا في مكة. الآن يجب أن يعين والي على مكة. هؤلاء الذين ألفوا الوضع الجاهلي اللي القيم العشائرية والقبائلية والأشرافية كانت متحكمة فيها، من اللي عين النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي مو فقط قدوة لنا في الصلاة، يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يروى عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم. النبي قدوة لنا في الصلاة، قدوة لنا في الحج، قدوة لنا في العبادات، وقدوة لنا في هذا المجال. النبي كيف كان تعامله مع الشباب؟ النبي عين على هذه العاصمة المهمة، عين شاب، مو شاب، وإنما في منطقنا طفل، في منطقنا إحنا طفل، شاب عمره 21 عام، يعني طفل في منطقنا، وهو عتاب ابن أسيد، 21 سنة، حاكم على مكة. هواي شيء عجيب هذا. الآن عجيب، فكيف في ذلك الوقت؟ صار هنالك قضية، ما كانت قضية هينة. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير واقع اجتماعي قائم، كان يتحدى بأمر الله تعالى، سنة اجتماعية قائمة. صار احتجاج بين الأشراف، بين الكبار، من هذا؟ فكتب النبي صلى الله عليه وآله إليهم: أما بعد، فلا يحتج أحد منكم بصغر سنه. لا تقولون هذا صغير، هذا جاهل. مقياس جديد النبي يضعه: فإن الأفضل هو الأكبر، وليس الأكبر هو الأفضل. من هو الأفضل؟ الأكبر؟ الأكبر هو الأفضل، أو الأفضل هو الأكبر؟ هذا أفضل، هذا شاب كفو، عنده كفاءة، فليكن حاكم. وبقي هذا الرجل عتاب بن أسيد حاكم على مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله.